بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الفصل الرابع اللي هو القيم والاتجاهات والرضا الوظيفي. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن السلوك التنظيمي والإدارة، هنتكلم النهاردة عن الفصل الرابع. المقرر علينا هو الرضا الوظيفي، وأول حاجة هنعملها اللي هو هنعرف الرضا الوظيفي. يعني إيه رضا وظيفي؟ الرضا الوظيفي هو نوع من الاتجاهات خاصة بالوظيفة، يعني اتجاهي ناحية وظيفتي. طب هل هو اتجاهي ناحية الوظيفة ككل ولا ناحية جزء من أجزاء الوظيفة؟ قال لك عشان كده بنقول إن الرضا جانبين، جانب عام وجانب خاص. الجانب الخاص ده اتجاه الفرد نحو جوانب معينة في الوظيفة، زي مثلا أجي أقول إن أنا راضي عن الأجر بتاعي، راضي عن فرص الترقية، راضي عن ظروف العمل، لكني ما بحبش الرئيس بتاعي. يبقى ده جانب من جوانب الوظيفة. في جانب عام للوظيفة أو جانب عام للرضا الوظيفي اللي هو اتجاه العام للوظيفة ككل بجميع جوانبها. يبقى أنا راضية عن كل جوانب الوظيفة، الأجر، الترقية، ظروف العمل، الرئيس، زملاء العمل، وهكذا. محددات الرضا الوظيفي. في نظريات كتير اتكلمت عن محددات الرضا الوظيفي. أول نظرية هنتكلم عليها اللي هي نظرية التناقض أو الاختلاف. نظرية التناقض أو الاختلاف بتقول إيه؟ إحنا قلنا الرضا الوظيفي نوع من أنواع الاتجاهات، فالاتجاهات وبقى ومن ضمنها الرضا الوظيفي هو نتاج للمعتقدات والشعور. وما دام هي نتاج للمعتقدات والشعور، وبالتالي فإن المعتقدات وشعورنا مش واحد، فعشان كده في مستويات مختلفة من الرضا عن نفس الوظيفة. يعني هي الوظيفة واحدة بس واحد راضي عنها، التاني مش راضي عنها. فمثلا هنجد إن يختلف العاملين في معتقداتهم عن الوظيفة، فقد يعتقد أحد العاملين بأهمية وقت العمل الإضافي، بينما العامل الآخر بيعتقد إن العمل الإضافي ده ضياع للوقت. قد يتفق عاملين بالنسبة لمعتقداتهم عن الوظيفة، لكنهم بيختلفون بالنسبة لتفضيلاتهم فيما يتعلق بما يحصلان عليه من العمل. يعني هما الاتنين معتقداتهم عن الوظيفة واحدة، لكن كل واحد بيفضل اللي بيحصل عليه من العمل والتاني لا يفضل. طبنا هذه النظرية اللي هي نظرية التناقض أو الاختلاف على إن الرضا الوظيفي هو دالة للاختلاف بين المخرجات اللي بيرغبها الشخص والمخرجات التي يتم الحصول عليها بالفعل. وعامة الفرد بيشعر بالرضا عن وظيفته لو حصل منها على ما يريده. النظرية الثانية اللي هي بتتكلم عن محددات الرضا الوظيفي اللي هي نظرية العدالة. في نوعين عندنا من العدالة اللي هي عدالة التوزيع وعدالة الإجراءات. عدالة التوزيع هي عدالة فيما يحصل عليه الفرد من وظيفته، يبقى هي بتتعلق بما يحصل عليه الفرد من وظيفته. وبنستخدم نظرية المساواة في شرح هذه العدالة. الرضا الوظيفي بناء على هذه النظرية ينبع من مقارنة نسبة المدخلات لوظيفة معينة بالمخرجات منها. ده بالنسبة لشخص معين بنفس النسبة لشخص آخر في نفس المجموعة. عشان كده نعبر عنها إزاي؟ بنعبر عنها بالمعادلة اللي هي بتقول مخرجاتي على مدخلاتي بتساوي مخرجات الشخص الآخر على مدخلات الشخص الآخر. طب إيه هي المدخلات في المعادلة دي؟ المدخلات هي كل ما يقدمه الفرد من وقت وجهد وفكر وعلم في مقابل الحصول على المخرجات. أما المخرجات هي كل ما يحصل عليه الفرد من المنظمة، سواء مرتب، علاوة، ترقية، تدريب، إشراف، مقابل المدخلات اللي قدمها عشان يحصل عليها
على المخرجات. عموما عدم العدالة هو في حد ذاته عامل يؤدي إلى عدم الرضا، وتؤثر المساواة أيضا بطريقة غير مباشرة على الرضا الوظيفي عن طريق التأثير على ما يريده الفرد من وظيفته. نمرة 2 أو العدالة الثانية هي عدالة الإجراءات، والمقصود بها عدالة الطريقة اللي يتم بها تحديد مخرجات العمل. وترتبط عدالة الإجراءات بتقييم الأداء وتحديد العلاوات ومتطلبات الترقية وغيرها من المخرجات. الفرد اللي بيشعر بعدم عدالة الإجراءات غالباً ما يشعر بعدم الرضا عن عدالة التوزيع، ويكون عدم الرضا أعظم ما يكون لدى هؤلاء الذين يشعرون بعدم مناسبة مخرجاتهم لمدخلاتهم وعدم عدالة الإجراءات المتبعة. ثالث نظرية عندنا من نظريات الرضا الوظيفي اللي هي بتحدد الرضا الوظيفي اللي هي نظرية الصفات الشخصية. تبنى هذه النظرية على إن هناك بعض الأشخاص بيميلوا بطبيعتهم إلى عدم الرضا بالرغم من وجود تفسيرات مقنعة للاختلافات وتوفير العدالة. بتقترح نتائج الدراسات اللي تمت في هذا المجال إن في بعض الصفات الشخصية في التكوين الوراثي والتعليم الأساسي الأولي بتخلي الفرد يحس بمستوى معين من الرضا الوظيفي. هذه الدراسات أو النتائج هذه الدراسات اللي توصلت إليها ركزت معظم هذه الدراسات على صفتين أساسيتين، هما الاتجاه العام للاستجابة بطريقة موجبة أو سالبة للبيئة المحيطة، ونمرة 2 التفكير غير المنتج للاكتئاب، فالشخص المتفائل أكثر رضا من الشخص المتشائم. النقطة اللي هنتكلم عليها بعد كده، ايه هي العوامل اللي بتؤدي الى الرضا الوظيفي؟ يعني ايه هي العوامل اللي بتخلي الفرد راضي عن وظيفته؟ اول حاجة العمل الذي يتحدى العقل. ايه هو العمل اللي بيتحدى العقل؟ هو العمل اللي بيختبر قدرة ومقدرة الفرد. اول حاجة. نمرة 2 يسمح له باظهار تفوقه. نمرة 3 هو العمل اللي بيوضح اهمية الفرد كفرد كبني آدم، وكذلك العمل الذي يمد بالتغذية المرتدة عن أدائه. يعني بعد ما يشتغل الفرد يقولوا له أنت شغلك كان كويس، لا أنت شغلك كان ينقصه شيء معين، وهكذا. العمل الهام لا يعني بالطبع أنه هو شديد الصعوبة، يعني العمل شديد الصعوبة مش هو العمل الهام، لأن العمل الشديد الصعوبة قد يؤدي إلى الفشل في تحقيقه، وبالتالي لما الفرد يفشل في تحقيقه يبقى بالتالي هيقل الرضا عنه. وكمان لأن بعض العاملين بيفضلون الأعمال السهلة الروتينية التي لا تمثل تحديا لإمكانياتهم. نمرة 2 من العوامل المؤدية إلى الرضا الوظيفي هو الأجور والمرتبات المالية. لكن يعني كل فرد طبعا بيحب إنه ياخد مرتب وأجر عالي، لكن أهمية النقود بتختلف باختلاف الأفراد، فبعض الأفراد بيفضلوا الأعمال السهلة مع مسؤولية قليلة في سبيل أنهم ياخدوا أجر أقل، بينما يفضل البعض الآخر ساعات إضافية من أجل الحصول على أجر إضافي. ثالث حاجة من العوامل المؤدية إلى الرضا الوظيفي هي الترقية. العمل اللي بيتيح لشغله فرص الترقي بيشعر الفرد بالرضا الوظيفي، مع مراعاة وجود اختلافات بين الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لعدالة الترقية. بعض الإداريين بيروا أن الأقدمية هي الأسلوب الوحيد في الترقية أو هي الأسلوب الأكثر عدالة للترقية. البعض الآخر بيقول أن عدالة الترقية تتمثل في كفاءة الأداء. توابع عدم الرضا، يعني الفرد لما ما يرضاش عن عمل ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة الصحة النفسية والرضا خارج العمل. الدراسات اثبتت ان الرضا عن العمل يؤدي الى صحة نفسية جيدة، والافراد اللي عندهم اتجاهات موجبة عن اعمالهم ده عموما بيبقى عندهم اتجاه موجب للحياة بصفة عامة.
2، الغياب عن العمل. لما أنا مبقاش راضي عن عملي أكيد هغيب عن العمل، بالتالي الغياب هيأثر على الإنتاجية، ويعتبر عدم الرضا عن العمل أحد أسباب كثرة التغيب. إلا أن العلاقة ضعيفة بين الرضا الوظيفي والتغيب عن العمل، وده للأسباب الآتية. يعني إحنا بنقول إن الفرد اللي مش هيبقى راضي عن عمله هيتغيب كتير، لكن رجعوا قالوا إن العلاقة دي ضعيفة بين الرضا وبين الغياب. ليه؟ أول حاجة لأن في أسباب للغياب لا يمكن تجنبها، زي مثلا المرض والطقس ومشاكل الأطفال الصغار. يعني ممكن الواحد يغيب رغم إن هو راضي عن وظيفته. 2، اختلاف الفرص خارج العمل، مثل حب الشخص للرياضة يجعله يتغيب لحضور أحد المباريات الهامة. 3، وجود بعض السياسات داخل بعض المنظمات اللي بتجبر الفرد على عدم الغياب بالرغم من عدم رضائه عن وظيفته، زي الأفراد اللي بيتقاضوا أجورهم بالساعة. هم ممكن يكونوا مش راضيين عن عملهم، لكنهم بيضطروا إنهم ما يغيبوش لأن سياسات المنظمة بتجبرهم على إنهم لا يتغيبوا عن العمل. 4، عدم وجود قواعد مرشدة تحدد عدد مرات الغياب المسموح بها والتي تعتبر مقبولة. من توابع عدم الرضا الوظيفي اللي هو ترك العمل، بيمثل ترك العمل تكلفة كبيرة، واللي هي تزداد بارتفاع المستوى الوظيفي والوظائف الفنية المعقدة. يعني كل ما زاد المستوى الوظيفي أو كل ما ارتفعت الوظائف الفنية في تعقيدها، ده وترك العمل أصحاب هذه الوظائف ده هيمثل لنا تكلفة كبيرة. 4، الأداء. في فرض قائل بأن في إن الرضا الوظيفي في علاقة سببية بين الرضا الوظيفي والأداء، فبيقولوا الرضا الوظيفي بيؤدي إلى أداء مرتفع، لكن بعض الباحثين اقترحوا عكس العلاقة دي، قالوا لك لا، ده الأداء المرتفع هو اللي بيخلي الفرد راضي عن وظيفته، فالموظف الذي يعمل بجدية ويرتفع أداؤه بيحصل على مكافأة، وبالتالي يكون راضي على الأقل بالنسبة لبعض الجوانب المتعلقة بالوظيفة. يبقى هنا في رأيين، يا إما إن الرضا الوظيفي هو اللي بيؤدي إلى الأداء، يعني أنا لما أكون راضي عن وظيفتي يرتفع أدائي، أو إن في بعض الباحثين اقترحوا عكس العلاقة وقالوا لا، ده الأداء المرتفع هو اللي بيخليني أخذ مكافأة، وبالتالي هيزداد رضايا عن. خمسة، من توابع عدم الرضا اللي هي المواطنة التنظيمية. إيه هي المواطنة التنظيمية؟ هي السلوك التطوعي اللي بيضيف إلى الفعالية التنظيمية. يبقى هنا التعريف ده بيشمل على بعض النقاط. أول حاجة إن هو تطوعي، يعني الفرد مش ملزم بيه، يعني الفرد ملقاهوش في الوصف الوظيفي بتاعه. 2، تلقائي، محدش أمره بيه، لده الفرد هو اللي بيعمله تطوعي من نفسه. 3، إضافة لفعالية المنظمة، فهو أكبر من مجرد تقديم معروف. 4، وضوح السلوك، مادام بنقول إن هو لا يتضمنه الوصف الوظيفي، يبقى لازم السلوك المواطنة التنظيمية يبقى واضح عشان المدير يقدر يتعرف عليه ويكافئ الشخص اللي عمله. زي إيه سلوكيات المواطنة التنظيمية؟ زي مساعدة الآخرين، زي الضمير المتيقظ، زي الروح الرياضية، زي الكرم والتعاون. بعض الدراسات اللي تمت في هذا المجال قالت إن الشعور بالظلم والمعاملة غير العادلة قد لا تدفع الفرد إلى ترك وظيفته. ليه؟ لأنه هو محتاج للمال. لكن سلوكيات المواطنة التنظيمية بقى ليها تأثير أكبر. إزاي؟ لأن المواطنة التنظيمية اللي مش هيكون راضي عن وظيفته مش هيقدم سلوكيات مواطنة تنظيمية،
مش هيساعد الآخرين، مش هيكون عنده روح رياضية، مش هيكون عنده كرم وتعاون. عشان كده بنقول إن السلوكيات المطمئنة التنظيمية أكبر تأثير من الرضا الوظيفي. كما أوضحت بعض الدراسات إن المطمئنة التنظيمية تتأثر بالحالة النفسية للفرد، فالموظف المبتهج المتفائل هيساعد الآخرين أكتر من الموظف. بعد كده المحاضرة الثانية اللي هي الفصل الخامس، نظريات دوافع العمل. هندرس فيها نظريات الدوافع، بس قبل ما نتكلم عن دوافع العمل هنتكلم ليه بندرس الدوافع أو الحاجة إلى دراسة الدوافع. زاد الاهتمام بدراسة الدوافع للأسباب الآتية: أول حاجة الحاجة إلى زيادة الإنتاجية، عايزين نعرف دوافع العاملين عشان نزودها للعمل وبالتالي تزيد إنتاجيته. نمرة 2، التغيرات اللي حدثت للمنظمات الحديثة جعلت القواعد والإجراءات الجامدة الثابتة تختفي ليحل محلها المرونة. نمرة 3، في عناية متزايدة بالعملاء وبالتالي عايزين نزود لهم الإنتاجية عشان نلبي رغباتهم، وبالتالي لازم ندرس دوافع العاملين للعمل عشان يحققوا اهتمامات العملاء. 4، كل ما سبق يتطلب المبادرة بدلا من سياسة رد الفعل اللي بتعتمد على وجود الدفع. في كثير من النظريات شرحت الدوافع، لكن النظرية الجيدة للدوافع يجب أن تأخذ في اعتبارها عدة عوامل. أول حاجة تنوع العاملين، يعني اللي بيحفز مجموعة من العاملين قد لا يحفز مجموعة أخرى. نمرة 2، بعض الأفراد لديهم الدافع الداخلي وآخرين لا يحفزهم سوى وجود الدافع الخارجي، وهنعرف يعني إيه دافع داخلي ودافع خارجي. نمرة 3، تأثير النواحي الاجتماعية، فالذي يحفز الفرد يتأثر بالكيفية التي يعامل بها يعامل الفريق. تعال نشوف يعني ايه الدافع. يعرف الدافع بأنه المجهود المثابر الذي يوجه نحو هدف معين. المجهود المثابر الذي يوجه نحو هدف معين. تعالوا لو نقدر بقى نفصل التعريف ده، هنقدر نقول ان هو بيحتوي على ايه؟ كلمة المجهود. ايه هو المجهود؟ هو الدافع او قوة عمل الفرد او كمية الجهد اللي بيضعه الفرد في وظيفته، والتي تشمل العديد من الانشطة سواء بدنية او ذهنية. نمرة 2، المثابرة، ويقصد بها ان الفرد بيصر على بذل الجهد لاتمام مهمة معينة. نمرة 3، الاتجاه. الاتجاه هو نوع العمل، فالاتجاه يعني العمل بذكاء إلى جانب العمل بجدية، بينما يشير المجهود والمثابرة إلى كمية العمل. يعني المجهود والمثابرة بتشير إلى كمية العمل، لكن الاتجاه بيشير إلى نوع العمل. هو الفرق بين الدافع الداخلي والدافع الخارجي؟ الدافع الداخلي بينبع من العلاقة المباشرة بين الفرد والمهمة اللي بيؤديها الفرد، زي الشعور بالإنجاز والتحدي الذي ينبع من أداء المهمة. يبقى أنا بنجز، أنا بقوم بمهمة معينة عشان أشعر بالإنجاز، عشان أتحدى نفسي، عشان أتحدى غيري. يبقى ده الدافع. الدافع ده جاي من جوايا أنا، يبقى في علاقة مباشرة بيني وبين المهمة اللي أنا بأديها. أمال الدافع الخارجي ده بينبع من بيئة العمل مش من العمل ذاته، وده بيطبق بواسطة الآخرين، زي مثلا لما نقول الحوافز، أنا بشتغل عشان أحصل على حوافز معينة. طب إيه هو الفرق بين الدافع والأداء؟ الأداء هو مساهمة العضو في تحقيق أهداف المنظمة، بينما الدافع بيساهم إلى حد كبير في الأداء. لكن
ساعات الأداء بيكون ضعيف بالرغم من وجود الدافع. ده ليه بقى؟ عشان خاطر ممكن تكون الرغبة في العمل قليلة، أو المهارة قليلة، أو مفيش فرصة إن أنا أبين مهاراتي. والعكس أيضا صحيح، قد يفتقد الفرد الدافع القوي للعمل لكن أداؤه بيكون مرتفع، رغم إنه ما عندوش دافع لكنه أداؤه مرتفع. ده بسبب إيه؟ ارتفاع المهارة. النظريات المختلفة للدوافع. أولا، نظريات الحاجة لدوافع العمل. أول نظرية عندنا نظرية تدرج الحاجات لمصلو. حدد مصلو 5 أنواع من الحاجات ورتبهم بطريقة هرمية، بداية بالحاجات الأساسية كما يلي. أول حاجة اللي هي الحاجات الفسيولوجية اللي هي ضرورة للحياة زي الغذاء والماء والهواء. الأجر أحد العوامل التنظيمية اللي تؤدي إلى إشباع هذه الحاجات. يعني الأجر هو اللي بيجيب لي الأكل، الأجر هو اللي بيجيب لي الأكل، بيجيب لي المية وهكذا. نمرة 2، أو الحاجة التانية اللي هي حاجات الأمان، تشمل حاجات الطمأنينة والاستقرار والبعد عن القلق. وعشان نحقق حاجات الأمان دي بتحققها لنا بيئة العمل والأمان الوظيفي والعمل المريح والتأمين ضد إصابات العمل. تالت حاجات عندنا حاجات الانتماء، دي بتشمل العلاقات الاجتماعية والصداقات والترابط. عشان نشبع هذه الحاجات بنشبعها عن طريق فرص الاحتكاك مع الآخرين وبناء العلاقات الاجتماعية. حاجات احترام الذات، تشمل شعور الفرد بالملائمة والكفاءة والاستقلالية والقوة والثقة. والحاجات اللي بتشبعها تشبه حاجات احترام الذات، يعني مثلا زي فرص شغل المراكز القيادية والشعور بالإنجاز والمسؤولية والمكافآت والترقية والألقاب الكبيرة. كل دي بيحسسك بحاجة احترام الذات. آخر حاجة عندنا من حاجات مصر اللي هي حاجات تحقيق الذات، وهي أصعب الحاجات في تحديدها، وهي تشمل الرغبة في تحقيق أقصى ما يمكن للفرد من تحقيقه والاستغلال الكامل للمهارات والمواهب بطريقة تمكن من إثبات الذات. طب تشبع هذه الحاجات عن طريق إيه؟ عن طريق المناصب الإدارية اللي بتتيح لشاغلها فرصة الإبداع وتحقيق الذات. طبعا لنظرية مازلو، الحاجات الدنيا اللي هي الحاجات الفسيولوجية الغير المشبعة تمثل الدافع الأعظم، ويكون الفرد مدفوع بها، زي يشبع الحاجات الفسيولوجية قبل حاجته لإشباع حاجات للأمان، وحاجته لإشباع الأمان تسبق حاجته لإشباع حاجات الانتماء وهكذا. وطبعا لمازلو يقل التأثير الدافعي للحاجات بعد إشباعها، ويبدأ الفرد في البحث عن شيء آخر يدفعه. كل الحاجات اللي بتشبع يقل تأثيرها الدافعي بعد إشباعها، ما عدا حاجة تحقيق الذات تزداد أهميتها وقوتها الدافعية كلما زاد إشباعها. ويتأثر الأفراد اللي بيحتلوا الوظائف في الدنيا في التنظيم أكتر من غيرهم بالعوامل الخارجية زي الأجور والحوافز. أما الحال بالنسبة للمستويات العليا، تزداد الأهمية التحفيزية لحاجة الاحترام وتحقيق الذات، وتصبح الدوافع الداخلية هي الأكثر أهمية من الدوافع الخارجية، مما يتطلب الاهتمام بتصميم الوظائف بحيث تشجع شاغليها على تحفيز أنفسهم. النظرية الثانية اللي هناخدها من نظريات الدوافع هي نظرية الديلفر. تشمل هذه النظرية 3 حاجات أساسية: حاجات الوجود، حاجات الروابط، حاجات النمو. حاجات النمو الوجود هي اللي بيتم إشباعها بواسطة أشياء مادية، ودي زي حاجات الحاجات الفسيولوجية في هرم مصر. حاجات الروابط هي الحاجات اللي بيتم إشباعها بالاتصالات وتبادل المشاعر والاحتكاك الأمين المتفتح الواضح مع الآخرين، زي حاجات الانتماء والاحترام في هرم مصر. تالت حاجة من حاجات
الدلفر اللي هي حاجات النمو يتم إشباعها عن طريق الاندماج الشخصي في العمل، وتشمل الاستغلال الكامل لقدرات الفرد والتنمية المستمرة للمهارات، وتشبه هذه الحاجات حاجة تحقيق الذات في هرم. لا تختلف نظرية ألدلفر في جوهرها عن نظرية ماسلو، في بعض الاختلافات بينهم دي اللي بتمثل اختلافات بسيطة تمثل مساهمة نظرية ألدلفر عن نظرية ماسلو. ايه هي؟ اول حاجة، لا تفترض نظرية ألدلفر ضرورة ارضاء الحاجات الدنيا قبل التفكير في اشباع الحاجات العليا، وبالتالي فهي ما بتقدمش هرم للحاجات زي ما قدم ماسلو هرم للحاجات. نمرة 2، في حالة عدم إشباع الحاجات الدنيا العليا يصبح إشباع الحاجات الدنيا أكثر إلحاحا. فلو مرضيش الموظف عن الحاجات أو الروابط التنظيمية تزداد رغبته في إشباع الحاجات الأدنى وتزداد أهمية الفرد، وبالتالي فالحاجات المشبعة تعمل كبديل للحاجات التي لم تشبع. يعني نظرية الدلفر بتبنى على معتقدين أساسيين، إنه كلما زاد إشباع الحاجات الدنيا زادت الرغبة في إشباع الحاجات الدور العليا، وكلما قل إشباع الحاجات العليا زادت الحاجة إلى إشباع الحاجات الدنيا. يبقى إحنا كده مطلوب منا الفصل الأول والرابع والخامس، الأجزاء اللي إحنا حددناها في المقرر. شكرا.